مش اقل من 15 ساعه. عشان ان هو شبه مضفر شوية. ده بيبقى سلك، اه الفضه دي بتبقى سلك طويل ايوه زي السلك اللي هو بتاع الكهرباء يعني، ايوه بس فضه. ايوه وباخد منه حته حته، وتلحميها باخد منه حته حته، اعملها مثلا دواريات او كده، اشكلها. الشيب اللي انت عايزاه. وبعدين اشكلها مثلا تبقى طويله شويه، وبعدين اتنيها، وبعدين ادخل واحده جوه واحده جوه واحده جوه واحده، بعد ما الحمهم علشان تبقى في الاخر الشكل ده. وباجي في الاخر الحمهم بحاجه تانية، بحته فضه تانية بلاك، عشان القفل بقى. عشان واعمل القفل ده لوحده من سلك تاني اتخن شويه. أتخن ومسطح يعني مش رفيع بقى. لا، ما هو لا يعني، ما عشان اعمله مسطح ولا مش مسطح، ده برضو دي حاجه في ايدي انا اللي بدقه مثلا، انا اللي ب... يعني ممكن تبقى قطعة مدورة وانتي طبعا تسخنيها اه وتدقيها وتفرديها. وافردها واعمل لها كل حاجه. لا يعني حقيقة انا مبسوطة ان انتي كنتي معانا النهاردة.